مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من هاشتاغ بالعراقي. في حلقتنا لهذا اليوم الحقيقة راح نتحدث عن ما حصل خلال الأيام أو اليومين الماضية، اللي هي كانت عبارة عن حرائق كبيرة التهمت المحاصيل الزراعية عفوا في محافظات في محافظات صلاح الدين الموصل والنجف. والأحداث أو الأخبار تتحدث إلى أن هنالك من محافظات أخرى قد التهمت أو تم حرق هذه المحاصيل. البعض يشكك بحرارة الجو وارتفاع درجات الحرارة في العراق، والبعض الآخر يشكك أو قد يتحدث عن موضوعة فعل فاعل. الحقيقة يمكن هذه الحرائق أتت على المحاصيل في أوقات قد تكون هي حرجة جدا بالنسبة للفلاح، وهي الأيام التي قد تسبق الحصاد، وبذلك هو يجني ما حاول أن يعمله في خلال سنوات طويلة أو خلال أشهر طويلة، وبذلك هو يقوم بإصلاح هذه المحاصيل ويبدي يستفاد من أدهم. لكن السؤال الأدهم، لماذا اليوم الثروات العراقية تستهدف؟ الثروة النفطية تم استهدافها من خلال تخريب بعض الأنابيب، من خلال استخراجات اللي هي خارج نطاق المعمول به، أو حتى ممكن الاستخراجات اللي تكون عشوائية. من جانب آخر شفنا الثروة السمكية، الثروة الحيوانية، من خلال عدم مراعاة موضوع أو إدراك ما الأمراض التي ممكن أن تكون من خلال مرض جن البقر وغيرها من المواشي اللي ممكن ضررت. جينا على المحاصيل أو الثروة السمكية، واليوم على الثروة الزراعية أو المحاصيل الزراعية في العراق والزراعة تحديدا. طبعا راح يكون ويانا مجموعة من الضيوف خلال هذه الحلقة، لكن خلينا نشوف بداية الفيديوهات اللي وصلت وتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالحرائق الموجودة في محافظة صلاح الدين. خلينا نتابعها. حصاد ألقت يا أخي. طبعا هنا كان أكو في محاولة من قبل الأهالي حتى ينقذون الموقف، دخلوا هاي الحاسودة اللي كانت موجودة بنص الحريق وحاول أنه يعني يحش الزرع، فبذلك ممكن يقلل عدد الخسائر. اللي لاحظة إلى أن كل الفيديوهات اللي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي كانت هي الحقيقة يعني فقط الأهالي هم من يقومون بعملية إطفاء الحرائق اللي موجودة في هذه المزارع. الأرقام تفاوتت الحقيقة بهذا الجانب، إلى أن عدد الدونمات اللي تم حرقها، حالات الحرق يتحكم ممكن أن يكون هنالك بها من تحكم عبر الهاتف النقال.
هذا الحرائق دفعت وزارة الداخلية إلى استنفار فرق الدفاع المدني حتى انتهاء موسم الحنطة، والجميع يتفق بأن ما حصل هو فعل فاعل ومن جهات خارج العراق. حرائق تسببت بخسائر مادية تنعكس على الاقتصاد العراقي، وحرائق محصول الحنطة اللي يعتبر من المحاصيل الرئيسية في العراق الحقيقة كان مؤذي وكثرة الظهر بالنسبة لبعض الفلاحين. البعض يتحدث عن 500 دونم والبعض الآخر يتحدث عن أكثر من 500 دونم. ونواب محافظة صلاح الدين طالبوا بتحقيق أن يكون تحقيق فوري. تفاصيل الحرائق اللي صارت، نيران اندلعت في مزرعة الحنطة بقرية أم الكرامي بناحية العظيم 70 كيلو عن معقوبة، التهمت أكثر من 50 دونم. بعدها الأهالي خمدوها. ديالو صلاح الدين وواسط المثنى ومناطق أخرى قالت أكو حرائق ضخمة تسببت تلف مساحات واسعة بما اتهمت جهات أمنية أيادي مشبوهة بالوقوف وراء هذا. النواب عن المحافظات طالبوا والحكومة والأجهزة الأمنية بتدخل عاجل إنقاذ ما تبقى من المحاصيل الزراعية. الداخلية قالت عززنا فرق الدفاع المدني بمحافظات نينوى وصلاح الدين حتى ينتهي الموسم. السيد برهان المعمور النائب عن سائرون قال الحرائق اللي تعرضت لها حقول ومزارع الحنطة والشعير بمحافظات متعمدة، هناك يد خفية تمارس الإرهاب بصبغة اقتصادية. والاتحاد العام للجمعيات الفلاحية بالعراق دعا رئيس الوزراء للتدخل ووقف هذه الحرائق. وقيادة عمليات كركوك قال أن الحرائق اللي طالت بعض المزارع بمناطق المحافظة ما تجاوزت 50 دونم. غرفة الأخبار، وطبعا مشكور الزميل أنمار العبيدي من التقرير التالي، خلينا نشوفه وبعد ذلك نبدي ناخذ اتصالاتكم وأيضا ندخل ويا ضيوفنا. في الوقت الذي يفرح المزارع العراقي بجني ثمار تعبه وحصاده لمحصولي الحنطة والشعير، تأتي نيران مجهولة لتلتهم الأخضر واليابس في عدة محافظات عراقية. نيران حولت الحنطة والشعير في محافظتي صلاح الدين ونينوى إلى رماد دون إلقاء القبض على الفاعلين حتى هذه اللحظة، ما ينذر بانفلات أمني وقدرة لجماعات إرهابية على بث حالة من الرعب والفوضى بين المواطنين. حصاد ألقت يا أخي. صمت حكومي وقلة كوادر الدفاع المدني أمر دفع المزارعين إلى القيام بدور الدفاع المدني في محاولة إخماد الحرائق لتقليل خسائرهم إلى أدنى حد ممكن، على الرغم من المبالغ الكبيرة المخصصة لمديريات الدفاع المدني في العراق. افتقار مديريات الدفاع المدني إلى مروحيات الإطفاء الجوي فاقم من خسارة المحاصيل الزراعية، وقدم دليلا واضحا لسوء التخطيط وعدم استثمار الفرص الثمينة. ويبقى السؤال هنا، هل كانت الحرائق بفعل إرهابي أم تصفية حسابات سياسية لم تعلن حتى اللحظة؟ لما كتبنا في عنوان حلقتنا لهذا اليوم نار الأحقاد تحول خبز العراق إلى رماد، حقيقة اليوم الأحقاد اللي موجودة عند البعض إذا كان هو من جهات خارجية، إذا كان هو ممكن ثار ما بيناتهم هم المزارعين، أو ممكن هنالك من مجموعة من العداوات اللي تتفصل ما بين أشخاص وأشخاص، أو ممكن الموضوع هو عبارة عن تخريب فقط لهذا الجانب، حولت هذا المحصول إلى رماد لا يمكن الاستفادة من عنده، وهذا ضرب للاقتصاد العراقي. لكن من جانب آخر احنا أيضا نبحث على أنه يجب أن يكون هنالك من حلول أو محلول على أقل تقدير تعويض هؤلاء المزارعين. طبعا دول المزارعين راح يظلون يفترون في دوامة دائرة مفرغة بانتظار الحكومة ممكن تعوضهم بمبالغ مالية أو على يعني على أقل تقدير أن يكون التعويض من خلال شراء هذه المحاصيل حتى وإن كانت محترقة مثل ما حصل في مرة من المرات
بعد عام 2003 كان اكو يمكن آفة او شيء، فاشتروا المحاصيل مع آفتها واعتبروها جيدة او بقلة الماء، يعني كان اكو خلل بالمحصول بس اخذوه بالسعر الافضل. المهم فبالتالي اليوم الحكومة العراقية ايضا مطالبة بان يتم التعويض، هي مو بس سوالف ويقول لك مو مسؤوليتي، لا مسؤولية جميع اليوم ذول المحاصيل ان كان اهمال. طبعا بعد ان يثبت الى انه هذا او هذه الحرائق هي كانت بفعل فاعل او كانت هي ليست بتدمير من اطراف هي تملك هذه المزارع حتى يكون بالصوره، بس الافضل ان يتم التاكد من هذا الموضوع بطريقه جدا واعيه وجيده، وبعد ذلك يتم التعويض من قبل الحكومه العراقيه، او ممكن يكون اكو فد اليه معينه حتى ممكن المزارع اليوم يعرف يعني راسه من رجليه في هذا الجانب، لان من نتحدث عن هيجي حريق بهذا الحجم بهذا الكم وخصوصا في وقت يعني محرج جدا بالنسبة للفلاح. شهدنا قبلها تهديم للثروة الحيوانية، تهديم للثروة السمكية، تهديم للزراعة، تهديم للكثير من المحاصيل الزراعية، أيضا محاولة لإسادة وأن يسود المنتوج المستورد على المنتوج المحلي، وكأنما هو الموضوع استهداف مباشر لواقع الزراعة في العراق من قبل أشخاص. وأيضا يساعد على ذلك هو يعني الفقر بالتصريحات، أو خل أسميها الخجل وعدم التفكير بمسؤولية من قبل الأشخاص اللي ممكن يكونون هم على رأس هرم هذه المؤسسات أو على رأس هرم الدولة. فيعني تحتاج إلى أن يكون أكو عندنا إجراءات رادعة للجميع، ومن ضمنهم الأشخاص اللي ممكن قاموا بهذا الفعل، ومن جانب آخر أيضا أن يكون هناك من يعني فكرة صحيحة أو خطة مستقبلية حتى ممكن نعرف إحنا ما التالي أو كيف ممكن يكون. طيب جهزوا لنا اتصال. طيب يعني بعد قليل إن شاء الله راح يكون يعني طبعا السيد إسماعيل هلوب نائب محافظ صلاح الدين. يعني ممكن أريد فقط أتحدث عن شيء، وهو إلى أنه العراق اليوم ليس يعني هو خل أسميها يعني ما يحتاج اليوم يمكن جانب آخر وهو من عنده إلى أنه إحنا نتأذى من هذا الموضوع. للأسف وصلنا إلى مرحلة إلى أنه الكثير اليوم من الأشخاص يعني وصلوا إلى مرحلة عالية جدا من السلبية، بحيث قام يتفنن شلون يضر المواطن العراقي. احنا ما كافي عندنا الناس او المسؤولين، بعض المسؤولين اليوم يضرون المواطن العراقي، اليوم وصلنا الى هاي المرحله. حريق بهذا الكم بهذا الحجم شلون ممكن يكون بهذه الطريقه؟ صعبه. طيب ناخذ اتصال. طيب خلي يجهز اتصال قيادة العمليات كركوك قالت أن الحرائق اللي طالت بعض المزارع بالمحافظة ما تجاوزت 50 دونم، وأشارت أنه ما حصل في منطقة الحويجة كان بسبب تماس كهربائي. أحاول أصدق القصة، يعني هذه القصة ما أعرف هل هي حقيقية هي غير حقيقية ما أدري. طيب عندنا طبعا أيضا الحكومة العراقية دورها بمتابعة مثل هيك حوادث. تذكرون في يعني شوف إحنا دائما عندنا تماس الكهربائي هو أكثر الحجج واقعية فيما قد يكذب الآخرون، بمعنى أنه شقد أكو عندنا أشياء، يعني مثل سالفة البخور اللي حرق الانتخابات أو صناديق الاقتراع، وعندنا تماس كهربائي في أحد الأسواق القديمة بعد أن جاء أحد المستثمرين في محاولة استثمار هذا السوق في إحدى المحافظات العراقية، وسبحان الله ورها بأربع خمسة أيام يحترق السوق كله، لأن المستثمر أجى وراد يكون موجود أو يأخذ الاستثمار، بس أصحاب المحلات ما قبلوا، ورا 3 أيام هذا السوق يحترق عن بكرة أبي في إحدى المحافظات العراقية مو بالعاصمة. أما العاصمة فأخذت شهدت كثير من الخسائر بهذه الطريقة، كل فترة نشوف الشورجة السوق العربي مناطق المكتظة جميلة غيرها، قام موضوع التماس الكهربائي إذا ما يشتغل يجيبوا لهم سيارة مفخخة في محاولة لكسر الاقتصاد في العراق،
ويانا السيد اسماعيل. طيب خلينا ناخذ على الهواء مباشره ويانا السيد اسماعيل هاللبنة محافظ صلاح الدين. مرحبا سيد اسماعيل. بدايه اهلا وسهلا الله يحفظك. بدايه يعني قد حجم الحرائق اللي حصلت في محافظه صلاح الدين والتحقيقات الاوليه تشير الى انه هي فعل فاعل لو لا يعني ممكن حراره الجو مثل ما قال البعض؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية شكرا لقناة التغيير. شكرا لحضرتك واهتمامها بهذا الموضوع المهم جدا. طبعا لحد هذا اليوم أكثر من 1100 دونم عرفت يعني من خلال موجة الحرائق أو خلال موجة الحرائق الأسبوعين الماضيين في محافظة صلاح الدين وبمناطق عديدة. يعني موجة الحرائق لهذا العام حقيقة شيء غريب يعني جدا. لأن كل الأعوام الماضية ما شفنا حرائق في هذه الطريقة. ممكن أن يكون هناك حريق واحد أو اثنين، لكن عشرات الحرائق وبمناطق متفرقة وبمناطق بعيدة وبشكل يعني متكرر يوميا ما شفناها إلا في هذا الموسم. لذلك طبعا من خلال اتصالاتنا في الجهات الأمنية والفلاحين يعني وصلنا إلى نتيجة أنه كثير من الحرائق التي نشبت في المزارع في المحافظة. سيد إسماعيل، هو استهداف لمحصول معين فقط الحنطة لو لا أكو محاصيل أخرى تم استهدافها في هذه الحرائق؟ كان هناك تركيز على الأغلب يعني 90% من الحرائق التي نشبت نشبت في حقول يعني الحنطة وفي مناطق محددة، مناطق محيطة تكريت ومحيط العلم والبيجي ومكيشيفة تحديدا. يعني هاي الثلاث أقضية ومحيطهم حدثت الحرائق خلال الأسبوعين الماضيين. طيب يعني إذا بالتالي هي هاي مناطق هي محددة بعينها، لكن بوجهة نظرك هي هذه المناطق يعني مشارف للمناطق التي قد يشك بوجود داعش مثلا لو لا الموضوع ما له خص بهاي السالفة؟ يعني ممكن أن يكون داعش في المناطق البعيدة وليس القريبة من مراكز المدن أو الطرق الرئيسية. ولدينا معلومات أنه داعش قام طبعا بالفترة الأخيرة بالضغوطات إجبار بعض السكان المحليين الذين يسكنون في مناطق الجزيرة أو المناطق المتاحمة للحدود الإدارية مع الأنبار والموصل بدفع عتاوات للقوة من طريق ترهيبهم وترويعهم وتهديدهم. لكن هناك بعض الجهات قامت بالاتصال بقسم من الفلاحين من المناطق القريبة عن مراكز المدن يعني حاولت ابتزازهم والضغط عليهم. جهات ابتزتهم هاي عدا داعش، اكو جهة اخرى تحاول ابتزاز المواطنين يعني بالمناطق اللي عندهم مزارع بهذا المكان لو اصلا غير شكل. خلينا نقول عليها عصابات. عصابات يعني طيب عصابات تحاول ابتزاز المواطنين في هذا الظرف في موسم الحصاد. يعني في يعني هم خلينا نسميه بهذه الطريقه حتى اكون يعني احنا نوصل للحل، انه هنالك من جهات عصابات مسلحين خارجين عن القانون ينتمون الى طرف ما، هم اللي ممكن ان يكونون الاشخاص المتسببين بالحرائق، لان بعد ان رفض الفلاحين اعطاء اتاوات للمزارع اللي هم يقفون عليها. اذا هيش صحيح قل لي استاذ اسماعيل. احنا يعني راح اكون صريح بهاي القضيه. يعني القضيه ما ينسكت عنها. قضية اليوم يعني محاربة الفلاح على قوته يعني وعلى عيشه وعلى تعبه لمدة موسم كامل هو وأبنائه ويعني عوائلهم وخسارتهم المادية، فهذه حرب يعني ما بعدها حرب اللي حارب الفلاحين أو المواطنين على لقمة عيشهم. هناك جهات طبعا من الصعوبة كشفها يعني حقيقة من قبلنا احنا كمسؤولين محليين او ادارة محافظة، لان تحتاج الى جهود اكبر. يعني هذه الجهات تقوم بالاتصال بالمواطنين في بعض المناطق وتهددهم. طبعا المواطن قد يخبر يعني الجهات الامنية
واحيانا لا يخبر الجهات الامنيه. يعني في بعض الاحيان يخضع لهذه الضغوط والارتدادات. لذلك الحرائق التي نسبت في مناطق لمسنا بعض الشكاوى من المواطنين على ان هناك من يضغط عليهم، هناك من يهددهم من خلال الاتصال بهم يعني عن طريق الموبايل او يعني التليفونات. طيب سؤال اخير سيد اسماعيل، شنو الاجراءات الحكوميه كحكومه محليه او حكومه اتحاديه بالنسبه للاشخاص اللي ممكن اليوم احترقت هذه المزارع مالتهم؟ يعني راح يصير تعويض جردهن؟ شنو ممكن يكون مثلا؟ احنا اولا كاجراء اولي طالبنا نحن كاداره محافظه كل الجهات المعنيه ابتداء من القياده العامه للقوات المسلحه بوضع حد لمثل هكذا تدخلات وتجاوزات وتهديدات للمواطنين، وايضا الكشف عن هويه من يقوم بهذه الممارسات ضد الفلاحين، لان هذا اليوم هو امر خطير جدا يخص الامن الغذائي للمواطن بشكل عام بالعراق والمحافظه بشكل خاص، خصوصا انه احنا اكثر من 60% من سكان المحافظه يعني يعملون في مجال الزراعه ويعولون كثيرا على هذا الموسم لتغيير واقعهم المعيشي وتقليل نسب الفقر بالمحافظه، ونحن كنا نتوقع ان تقل كثيرا نسبه الفقر في المحافظه بعد يعني بعد هذا الموسم، لكن لاحظنا ان هناك يعني هجمه شرسه على الفلاحين في المحافظه من جهات غير معلنه وبحرب خفيه، ولذلك نبهنا الحكومه في بغداد لانها لان بيدها الملف الامني بضروره توجيه قيادات العمليات والوكالات الامنيه والاستخباريه بالكشف عن هذه العصابات. وايضا كان اليوم موجود مستشار السيد وزير الزراعه مبعوث من قبل وزير الزراعه، وتناقشنا معه بخصوص التعويضات، واتفقنا ان سوف يكون هناك يعني محضر يصادق من قبل المحافظ، تعده مديرية الزراعة ويصادق من قبل المحافظ ويرفع إلى وزير الزراعة ليقدم إلى مجلس الوزراء لمناقشته واستحضار الموافقات الأصولية لتعويض هؤلاء المواطنين. يعني مشيتم بموضوع التعويض، يعني اليوم الفلاح في صلاح الدين يستبشر وحضرتك نائب محافظ إلى أنه سيكون هناك من تعويض لو لا يزال موضوع قيد الفكرة والدراسة؟ لا، احنا الموضوع اليوم هو موضوع اجراءات، ما يخصنا نحن كمحافظه محاضر الاضرار وتثبيتها ومصادقتها وكشوفاتها، وسوف ترسل بكتب رسميه الى وزاره الزراعه، وعلى وزاره الزراعه سوف تقوم به بان تقدمه الى مجلس الوزراء ياخذ قرار بهذا الموضوع. وتعويض المواطنين عن ما لحق بهم من اضرار. هذا الموضوع ليس نحن كمحافظه اصحاب قرار بهذا الامر، لكن كاجراءات اداريه سوف نقوم بها كاداره محافظه ونرفعها الى وزاره الزراعه. طيب سيد اسماعيل الهلوب نائب محافظ صلاح الدين، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. يعني يمكن أكثر من هيج توضيح في موضوع صلاح الدين كان الحقيقة ويا سيد إسماعيل، وأتوقع إلى أنه اليوم حتى الفلاح اللي في محافظة صلاح الدين، هذا نتحدث عن صلاح الدين، سيكون هنالك من تعويض بالرغم من دراسة الموقف بالنسبة لكل جوانبه، وحتى سيكون هنالك من إجراءات محلية من ضمنها مثل ما تحدث السيد إسماعيل، لأن الإجراء ليس هو بإطلاق التعويضات أو التعويض من قبل الحكومة المحلية، لكن هي فقط تهيئة الجرودات وكل الأوراق المطلوبة من أجل أن رفعها إلى الحكومة أو في حال طلبها الحكومة أن يكون هنالك من يعني داتا خاصة بهذا الجانب. لكن بموضوع آخر، اليوم الاستهداف المباشر لمحصول الحنطة بمعنى هذا قد يأخذ يعني جانبين، الأول أن هنالك من منافسة عالية جدا على هذا المحصول في هذا الموسم، أو هناك طبعا هذه ألف وباء، أو إلى أن المحصول نفسه هو اليوم في جودة عالية بعد إعادة تأهيل الأراضي
في المحافظات. وطبعا للي يعرف وعنده معلومات في موضوع الزراعة، محصول الحنطة يحتاج إلى أرض تحمل مواصفات معينة، يتم إعادة تأهيلها أكثر من مرة، 4-5 مرات، وبعد ذلك يتم زراعة محصول الحنطة. وأيضا الشعير يحتاج إلى نفس الجانب، ولازم بعدها يكون أكو فترة سبات للأرض، وبعدين يعني أكو آلية في هذا الجانب. فيا أما أن المحصول هو جيد إذا كان من ناحية الإنتاج أو يعني ما بين الكمية والنوعية، أو من جانب آخر وهي ثانيا إلى أنه هناك من يريد أن يضرب عصب المحاصيل الزراعية ويبدأها من الحنطة، ثم يتجه ممكن بعد وراها للنخيل، لمحافظات ديالة وأشجار الحمضيات، أو ممكن أن يكون هناك من مزارع أخرى لمحصول الشلب. يعني فموضوع خطير، وليس على مستوى أنه 500 دونم، بس احنا قلنا 500، السيد إسماعيل قال 1200 دونم، طبعا مساحة أراضي واسعة جدا تلتهمها النيران، وهي حقيقة يعني ما أعرف، يعني واحد عليها هواية تساؤلات. إذا كنا أيضا نتحدث عن هواية أشياء تم استهداف المواطن بها من باب رزقه، من باب هو وجوده كحقوق وواجبات، تسمم المياه اللي تحصل في محافظة البصرة واللي أدى إلى مقتل بعض الأشخاص، يعني عشرات منهم، وأيضا هنالك من تسمم للمئات، ولا يزال الفاعل مجهول في هذا الجانب بعد أن أثبت لأنه تم وضع مادة سمية في المياه في محافظة البصرة، والحكومة ظلت صافنة ما تدري شنو الموضوع. نفوق أسماك بابل أيضا تم التستر عليه قبل فترة وما حصل هو فعل فاعل، ولهذا اليوم مجهول الهوية الفاعل، وخسر العراق الكثير، وأهالي بابل وأسماك وأصحاب الأسماك خسروا كثيرا في هذا الأمر، ووصلت يعني الضرر بالمحاصيل الزراعية وبالثروة السمكية تحديدا بنسب تجاوزت 40% من المحاصيل اللي موجودة. فلذلك كان يدعو أو هنالك من يسترعي انتباه الحكومة، كمواطنين أن يسترعوا انتباه الحكومة، لأنه هذا الوضع أصبح غير مجدي، أصبح لا يطاق. مواطن يتعب، وتالي بفعل فاعل يتم حرق أو تسميم أو تخريب سلعة ما أو بضاعة ما أو ثروة ما أو ما يمكن أن يكون هو مقدر لهذا الشعب. والحكومة مجرد إجراءات، والإجراءات قد تكون في بعض الأحيان خجولة، وهذه الإجراءات الخجولة تصل إلى أغلب الأحيان بعدم قرار، وتسجل إلى مجهول الهوية. هو سقوط الموصل سجله بس مجهول واحد، لا يزال مجهول الهوية أو ضد يعني مجهول. وعندنا هواية من القضايا اللي تم تسجيلها ضد مجهول، نتحدث عن سبايكر ضد مجهول، طبعا داعش بعدين، بس لكن الأشخاص الذين قاموا بالتنفيذ أيضا ضد مجهول. بعدين عندنا مثلا تخريب الآثار وسرقة الآثار في محافظة نينوى، سجلت كداعش كتنظيم لكن أيضا كأشخاص ضد مجهول. وموضوعة العبارة مع الموصل، تم تسجيل شخص بس لحد الآن تم إلقاء القبض عليه أو لا ما حد يعرف، وغيرها وغيرها من يعني من القضايا اللي ممكن موجودة اليوم بالعراق، واللي تبحث عن أجوبة ولا يزال الجواب مبهم، لأنها سجلت ضد مجهول. كأنما موضوع تسجيل ضد مجهول أنه هي نهاية القصة، سجل ضد مجهول، شكرا جزيلا لكم، مع السلامة. أوراق الاقتراع في جانب الرصافة سجل ضد مجهول، حريق البنك المركزي لأكثر من مرة ضد مجهول، حريق السوق العربي لأكثر من مرة ضد مجهول، سرقة المال العام ضد مجهول، فساد المالي والإداري ضد مجهول، الفساد المستشري بين مفاصل الدولة ضد مجهول، الرشوة ضد مجهول، دخول الكريستال والمخدرات ضد مجهول، الدعارة ضد مجهول، تجارة السلاح ضد مجهول، اغتيالات لأشخاص يعتبرون هم مؤثرين أو مشهورين على مواقع التواصل الاجتماعي ضد مجهول، محاولة اغتيال شخصيات عامة أو قد تكون هي غير عامة في مجتمعاتنا ضد مجهول، سرقة الكثير من الأموال ضد مجهول، تفخيخ وتفجير بعض الأماكن أو السيارات أو كلها ضد مجهول، والعراق
يعني تطلع الجهات الرسميه تقول لك احنا سوف نلقي القبض على شخص او على الكثير من المجرمين، تلقي قبض مثل هذه اللي كانت يحكي كتلنا 65 واحد من داعش باجتماع، وهاي يطلع هو شيء من طياره صاروخ طش ضربتها خلصت انتهى الموضوع، لا جثث لا شفناهم لا طلعوا راسهم لا قالوا ذم ذولي ترى هيك فلان. او اليوم في طبعا ما اقلل من شان اني القوات الامنيه، القوات الامنيه يعني احنا شفنا على واقع الحال، بس ايضا بالتالي ما بين الحقيقة والسراب أربع أصابع، ما بين أنه أنا أشوف بعيني أو أسمع بإذني أربع أصابع، هي هاي فراويني حتى أقدر أني أقتنع تماما بالموضوع، أو أكثر أكون أني شخص يعني مدرك لما قد يحصل في العراق. فأنت من تجي تقول لي والله لا والله صارت وما أدري شنو، إحنا ما أعرف. المهم جاهز يا سيد حميد؟ طيب سيد حميد النايف المتحدث باسم وزارة الزراعة، مرحبا بك سيد حميد. بداية شنو إجراءات الوزارة اليوم للحرائق اللي حصلت في محافظة صلاح الدين، وهل وزارة الزراعة سجلت في الموصل سماوة نجف؟ سيد حميد تسمعني؟ سيد حميد تسمعني؟ ألو ألو نعم ألو سيد حميد تسمعني؟ وياك. طيب سيد حميد النايف المتحدث باسم وزارة الزراعة، مرحبا بك على الهواء مباشرة. حياك الله. هاشتاغ العراقي. الأخبار تتحدث عن صلاح الدين والنجف والسماوة ومحافظات أخرى موصل، هل تم تسجيلها فقط بصلاح الدين هذه الحرائق أم سجلت في محافظات أخرى؟ تحية لك ولمشاهديك الكرام. بداية احنا بعيدا عن التهويل الإعلامي النجف والمثنى خارج هذا الموضوع، ما صار بها حرائق؟ نعم ما صار بها حرائق؟ لا 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 وجود لهذه الحرائق أبدا، ونحن على اتصال دائم مع الجهات ذات العلاقة. طيب وبشكل يومي وبالساعة أيضا. بالتالي اليوم الحرائق انحصرت ما بين صلاح الدين أطراف ديالة وأطراف كركوك فضلا عن الموصل. هذه الحرائق حقيقة لا يخفى على الجميع أن السلم الأهلي حقيقة في هذه المناطق والوضع الأمني هو هش لا حد ما، هاي بداية، فضلا أنه تزامن هذا الوضع مع بداية موسم الحصاد في صلاح الدين باعتبار المحصول نضج، إضافة إلى أسباب عدة منها الإهمال لبعض الفلاحين والرعاة، لأن تعرف اليوم الغطاء النباتي واضح نتيجة المياه والأمطار. طيب. بالتالي هاي الحشائش والعشاب ممكن أن توصل الحرائق إلى المزارع، وتعرف درجة الارتقاء السهلة من شرارة واحدة ممكن تحتر. والشيء الثاني لا نستبعد نظرية الحرق بالعمد حقيقة، وهي أيضا موجودة هاي الفرضية، وبالتالي الجهات ذات العلاقة شكلت فرق ولجان من أجل تقصي الحقائق فضلا عن معالجة الأمر واحتواء الأمر من خلال تعليم خاصة، وخاصة في محافظة صلاح الدين التي بدأت على أهبة الاستعداد لبدء الحصاد، وبالتالي اليوم طلبت العديد من الحاصدات من المناطق الجنوبية من أجل الإسراع في عملية الحصاد، لأن تعرف مجرد تبدأ الحصاد خلال أيام بسيطة نستطيع إنهاء هذا الوضع. طيب. وإن شاء الله نتيجة هذه الإجراءات سنحد من عملية الحرق، واليوم الحرق لا وجود حرق اليوم بشكل كامل اليوم نتيجة الإجراءات التي اتخذناها البارحة وقبل البارحة. بالتالي نأمل أن تتكاتف الجهود من أجل كشف عن الجنات والذين أدوا بهذه الحرائق التي تسبب حقيقة تأثيرا على الاقتصاد العراقي. نعم. طيب سيد إذا ممكن يعني من جانب آخر، يعني هل من الممكن اليوم إشارة إلى أنه هذه الأراضي حقيقة هي تم السيطرة عليها ما ممكن تتكرر، وهل أنت مع الرواية اللي تقول إلى أنه اليوم إشارة إلى أنه محصول الحنطة وصل إلى مستويات جيدة، فلذلك هو جزء من المنافسة تم حرق هذه المحاصيل؟ لا حقيقة لا نستبعد أي حالة معينة سواء كان في الوضع الأمني أو في الوضع الاستهدافي. طيب. يعني اليوم تعرف أنت الوضع كثير اليوم من المحاصيل الزراعية اليوم مستهدفة حتى بحماية الإنتاج. أي حماية المنتج. طيب. وبالتالي كثير من الإجندات اليوم تتحكم بالوضع العراقي وتؤثر عليها سلبا ولا تريده الخير
من يتطور ويصل الاكتفاء ذاتي بالمحاصيل الزراعية. يعني أنت مع هاي القصة إلى أنه لأن اليوم إحنا محصولنا بدأ يوصل إلى مراحل متقدمة ممكن أن يتعرض لأعمال تخريبية؟ نحن حقيقة مع كل الفرضيات التي نعتقدها حقيقية، ولكن مع ذلك نحن يجب أن نتخذ الإجراءات حتى نقلل الخسائر ونحد من هذه العمليات بعيدا عن الملامة والاتهامات. يعني الاتهامات والملامة لا تجدي نفعا أمام هذا الوضع، ولكن علينا اتخاذ الإجراءات الحازمة الحكومية والشعبية وكل الجهات ذات العلاقة من أجل احتواء الأمر، وبعد ذلك نحقق من الذي سيستهدف الدولة أو غيرها. طيب سيد حميد، يعني صار أكو آلية أو خطة من قبل وزارة الزراعة بالتعاون مع مجلس الوزراء لتعويض الأشخاص اللي موجودين اليوم وتم حرق مزارعهم، لو ممكن شنو الآلية اللي على أقل تقدير يكون أكو اليوم نوع من الإيجابية بالعمل وياهم؟ الحقيقة نحن يعز علينا حرق دونم واحد وإنتاج طن واحد، يعز علينا إذا فقدناه، لأن تعرف أخي العزيز إحنا اليوم كوزارة ندعم الفلاح بالبذور والأسمدة فضلا عن تعب الفلاح. طيب. إضافة إلى هذا جهد حكومي واضح ويعزز من الاقتصاد العراق، ولكن مع ذلك نحن شكلنا لجان حقيقة من أجل جلب ممتلكات، يعني هو الحريق لا يشمل فقط المساحات الزراعية وإنما يشمل المكان. أكو مرشات أيضا تم حرقها، يعني تعرف المرشة موجودة ضمن المزرعة، إذا احترقت المزرعة تحترق المرشة. صح. والمرشة أغلى من الحاصل الموجود. فإحنا اليوم تم الجرد ولا بد ان يكون هناك جهد حكومي لاجراء هذا اللازم. يعني انتم الى الان سيد حميد الى الان ما قررتوا ان تعوضون او ما تعوضون من حرقت مزارع؟ الحقيقه مساله التعويض ليس هي مساله الجهه الاولى اللي نتعامل معها. أيه. الجهه اللي نتعامل معها هو اليوم احتواء الازمه، اما التعويض فالجرد والامكانات وحسب مجالس المحافظات تاخذ دورها من اجل جرد هذه الممتلكات وتعويض المزارعين حسب الضوابط القانونيه. طيب سيد حميد النايف المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا لكم يا مرحبا. شكرا لك. يعني لحد الآن سيد حميد يقول ماكو مجلس محافظة ينتظر من عندهم الحكومات المحلية وممكن أن يرفعون أو يكون هناك من إشارة إلى عملية التعويض أو ممكن التعويض أو لا. هذا من جانب. جانب الآخر ممكن أن يكون هناك من تعويض من قبل مجالس المحافظات أو مجلس الوزراء، لكن لا تزال هذه الخطة غير منظورة ولم يتم وضعها على أقل تقدير في البال أو ضمن العملية الخاصة بتعويض هؤلاء. ما أشار إلى السيد حميد طبعا نقطة جوهرية جدا، لأن اليوم هنالك من آليات خاصة بالزراعة في داخل هذه المزارع التي تم حرقها وبعد تفنيدة طبعا ونفية لموضوع مزارع في النجف والمثنى، أنه ماكو هيك ما صار هناك هيك حرائق، فقط في صلاح الدين ومشارف الديالة. على العموم أكو هناك آليات في داخل هذه المزارع هي قد تكون تكلفتها عالية جدا، تم إعطائها للفلاح بغية تسديدها من خلال محصول بقرض الزراعي، مصرف الزراعي، وبعض من عندهم لا يزال يسدد بها. فأيضا من جانب آخر لا تنسون أنه هذه الأراضي تم استحصالها زراعيا، البعض من عندها يعني من سنتين ثلاثة، يعني مو صار له هواية الفلاح من قام بعملية استحصال الزرع، يعني استحصال هذه الأرض والعمل بها. لكن بالجانب الآخر أيضا أكو فكرة إلى أنه هو اليوم يقوم بخطوة بهذا الاتجاه، وهذا ما اشتكى إليه الفلاحين في عام 2016-2017 إلى أنه بعد تحرير مناطقهم، يعني تدرون أنتوا آخر محافظة يتم تحريرها محافظة نينوى، لكن في محافظة صلاح الدين ديالة وأيضا في بعض المحافظات اللي قريبة كركوك مشارفها والأنبار طبعا، إلى أنه اليوم نحتاج إحنا أن يكون هنالك من دعم حكومي بغية عملية استحصال الأراضي والزراعية وإعادة تأهيل عجلة الزراعة الموجودة، لأن مساحات شاسعة كبيرة جدا، وهناك الكثير من الأشخاص الذين هم قاموا يعني نزحوا بفعل المعارك أو بتهديد داعش للمخيمات، فقال لك أنا أرجع واستحصل القاع مالتي وأبدي أني أدخل في عجلة العمل، وأحسن ما أبقى قاعد أني وعايش على المساعدات. فلذلك كانوا يطالب الكثير من الفلاحين بأنه يجب أن يكون هنالك من دعم من قبل المصرف الزراعي، اتحاد الزراعة الفلاحين والحكومة العراقية ووزارة الزراعة بدعم المنتوج المحلي وضخ الأموال بهذا الاتجاه حتى ممكن أني أقدر أقوم بالعمل من جديد. فالفلاحين اللي شوفهم اليوم شوفوهم اليوم أنتوا اليوم محروق قلوبهم على هذا الجانب أو على هذه المزارع،
يعني حقيقة هذا يحس إلى أنه هو بعد فترة طويلة جدا من الانتظار لهذا المحصول هو وصل إلى هذه المرحلة وشافه محترق قدامه. طبعا أكو كان تصريح للسيد نجم الربيعي نجم الجبوري عفوا قائد عمليات نينوى، يعني سيادتك ما أعرف أنا ما فهمت يعني الجملة اللي حضرتك حكيتها، حسيت عندك معلومة ما عندك معلومة، أو يعني أنت تملك معلومة معينة؟ احنا متعودين دائما على السيد نجم الجبوري أنه يتحدث بصراحة وبطلاقة، بس ما يعني ما أعرف أنا، لا تزال عندي تساؤلات. خلينا نشوف التصريح شو يقول السيد نجم. وهولت من قبل بعض وسائل الإعلام الكاميرا راح تكون أصدق من عندنا في التعبير للرأي العام ولأهلنا بالموصل عن ما جرى في هذه القرية. راح تشوفوه عبارة عن دوشق حارقي بيطار، وتطلع علينا بعض القنوات تحكي عن مآسي وحرق وتدمير، وهي قرية خالية من السكان. لذلك أنا دائما أنبه وأقول هناك تهويل كبير لما يحدث في الموصل، دائما يهولون الأحداث. أيضا الإخوان بالحشد الشعبي طلعوا علينا أنه كانوا قايلين أنه هذه القرية راح تتعرض لهجوم وطالبين من عندنا أنه نشارك بعملية. إحنا ما وردنا أي شيء مكتوب ولا شفهي من الإخوان بالحشد الشعبي، وبعدين الإخوان بالحشد الشعبي هم أيضا مرتبطين بالسيد القائد العام للقوات المسلحة، وكثير من العمليات اللي يقومون بها بدون الرجوع أو الاستشارة. كان إذا يريد يحافظون على هذه القرية اللي ما بها أحد كان بإمكانهم أيضا يقومون بعملية ويجون يقعدون بها يحافظون عليها. كثير يستهدفون نينوى، مو بس داعش، كثير عندهم أجندات داخل محافظة نينوى، فيريد يشوهون المنظر الأمني، يريد يصورون أنه الأمن مسلوب ومفقود في محافظة نينوى. إحنا الحمد لله قطعاتنا الآن انتشرت حتى بالبعاج اللي كانت تعاني من بعض الهجمات وتلعبطة. الأبطال من الفرقة 20 انتشروا في تلك المناطق، والآن أهلنا العشائر شمر جغايفة وبقية العشائر الموجودة في تلك المنطقة هم مع الجيش يدخلون إلى عمق الصحراء. تحية طبعا لقائد عمليات نينوى السيد نجم الجبوري. يقول مندر وتاير محروقات، بس وزارة الزراعة وهذا المنظر، يعني هذا مال مندر وتاير سيادة الفريق ما أعرف، يعني هو اكو تساؤلات ما أدري، يعني هل من الممكن مندر هيجي؟ طيب إذا كان هو حضرتك تتحدث عن مندر وتاير، وزارة الزراعة تتحدث أو محافظة عفوا حتى أكون محدد، السيد إسماعيل هلو يتحدث في محافظة صلاح الدين، يمكن تتحدث عن نينوى وقلت في محافظة نينوى صحيح، بس بقية المحافظات يعني 1200 دونم هواي. أتمنى ما تحدثت به هو، يعني هذا شيء يخص حضرتك، أن يكون واقعي على واقع الحال موجود إلى أن محافظة نينوى اليوم تشعر أو يعني لديها من أمان. لكن أيضا في نفس الجانب حضرتك تحدثت إلى أنه يبدو أكو تقاطع ما بينكم وبين الحشد الشعبي، تقول طلبوا من أدنى وغيرها، ف يعني ما أريد أستنتج بالسلب، لكن خليني فقط أعلق على موضوع المندر والتاير. بس إن شاء الله تبقى يعني هذه المزارع هي موجودة، أو على أقل تقدير تكون هناك من عندنا من ثروة زراعية جيدة وإيجابية. وأتمنى أيضا من القوات الأمنية الحذر أكثر في محاولة ل يعني شرد أسميها الحفاظ على المنجزات اللي حصلت في المحافظات التي تم تحريرها من داعش، لأن اليوم المحافظات التي تم تحريرها من داعش الإرهابي تبقى هي أمانة في أعناق من قاموا بتحريرها، إذا كان حشد شعبي، إذا كان جيش عراقي، إذا كان شرطة اتحادية، إذا كان منتسبي الداخلية الدفاع حشد شعبي، كلهم ذول مسؤولية في داخل أو على أعناقهم أن يقدمون
الغالي والنفيس في سبيل الحفاظ على هذه المحافظات، لأن ما مستعدين اليوم مرة ثانية أن نفقد هذه المحافظات وأهلها، نفقدهم ونهجولهم ونشتتهم ونخليهم يزحون ويتبهذلون مرة أخرى. يلا يلا قلنا الأمور مشت والحمد لله والشكر، عجل التقدم في هذه المحافظات بدأت توصل إلى مراحل جيدة، ووصلنا إحنا إلى نوع من الإيجابية وال خلي أسميها يعني الحياة اللي كلها مفعمة بالأمل، فما نريد إحنا نرجع لورا اليوم بكل هذه الجوانب. نصيحة هي للجميع، وحتى لأهالي محافظة نينوى، لأهالي محافظة صلاح الدين، لأهالي محافظة كركوك، الأنبار، ديالة، بغداد، هذه المحافظات ومشارفها، أن يتم الحفاظ على المحافظات اليوم بعد اللي اكتسبنا هذا الشيء. وأيضا أتمنى أن يكون هناك وعي من قبل الحكومة العراقية بأن هناك من يحاول أن يكسر ظهر الاقتصاد العراقي أو يضع عصا الإيقاف والعراقيل في عجلة التقدم ويبدأها بالاقتصاد. فأتمنى الكل ينتبه لهذا الموضوع وتكون القرارات واعية وجيدة. وأرجع وأقول تعويض المزارعين، لأن على الأقل تقدير في نسبة مئوية يعني الحكومة العراقية نسبة مئوية 50-60% 40% يعني في نسبة مئوية معينة يتم تعويض ذول المفلاحين حتى يقدرون يستمرون، لأن تدرون دول عليهم أقساط وفلوس، وإذا ما عليهم فهم كانوا يتأملون كثيرا خيرا بهذا المحصول. وصلنا الحقيقة نهاية حلقتنا لهذا اليوم، وعنوانها نار الأحقاد تحرق خبز أو تحول خبز العراق إلى رماد. وهذا صعب، صعب أن نوصل إحنا إلى أن كل شيء في عراقنا يتحول إلى رماد وكل شيء يذهب سدى للأسف. هاشتاك بالعراق انتهي، نلتقي دائما على خير، إلى اللقاء. We'll be right back.